السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس ترامب هي سياسة مختلفة، يعمل كرجل اقتصاد وليس سياسي. أليس من هذه السياسة أن تضع مكانة قوية لبوتين في الشرق الأوسط؟ طبعا التصرفات الخطأ دعنا نقول لدونالد ترامب تمكن من أقدام بوتين كثيرا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ليس في صالح لا المجتمع الأمريكي ولا الحكومة الأمريكية ولا في صالح الغرب على الإطلاق.